محمد نفس الكلام، يعني لازم نستحضر معاك الذكريات والتاريخ. يعني احنا بنتكلم مع كابتن محمد، سبحنا بقى في التاريخ وشفنا وافتكرنا ايام جميله. فكرني كده، بداياتك ايه، ناشئينك، الدرجه الاولى زي ما محمد كده قال. والله انا بداياتي كانت في نادي بيت نصر 6 سنين، وانا عندي 6 سنين، وانتقلت للنادي الاهلي وانا عندي 18 سنه. ما شاء الله. لعبت في الناشئين في النادي الاهلي فاكر سنه كام يا 18 كابتن؟ سنه. لا ما افتكرش يعني، ازاي؟ تقريبا كان حوالي 2006 2007 2006. تقريبا ده في فتره الرينج ده. برضه. يعني في الرينج ده انتقلت ساعتها للنادي الاهلي وانا عندي 18 سنه. من وانا في الناشئين كنت بتصعد دايما مع الدرجه الاولى، كان ساعتها كابتن نور عطيه هو المدير ماسك الفريق الفني. الاول. تمام. تمام. للفريق الاول كان مهتم جدا بيا بصراحه، كان بيديني مساحه ان انا اتصعد واتمرن مع الفريق الاول باستمرار، واخد مساحه كبيره جدا مع فاكر الفريق مين في اول الماتشات. مدرب يعني قال لك تعالى او شافك في نادي مدينه نصر كابتن وطلبك؟ خالد عباس طبعا كابتن ما اقدرش خالد. انسى، يعني هو ما يعني تنساش والدي، هو والدي في الكره الطايره بصراحه. يعني هو كان من صغري وانا في الناشئين في نادي بيت نصر، وهو اللي عمال يقول لي لازم تيجي الاهلي وهجيبك الاهلي، وهو كان دايما على تواصل معايا باستمرار، ولحد ما فعلا يعني كان طيب هو جيت النادي الاهلي، يمكن مع كابتن محمد يمكن ما مرش بده، هو من ناشئين النادي الاهلي. فانت طب لما جيت النادي الاهلي مين بقى اللي شافك وصعدك للفريق الاول؟ هو كان الكابتن نور عطيه كان ساعتها برضو كان على تواصل مع كابتن خالد يعني هو عباس، اول واحد، وكان هم اول اه حد، بالظبط اول يعني مدير كان فني خالد صعد عباس، كابتن خالد عباس هو اللي قال كابتن نور عطيه انا عايز اللاعب دوت معايا في الفريق. في الفريق. ومن وانا في 18 سنه في ناشئين كنت بتصعد مع كابتن نور عطيه في فاكر اشتروك ولا عمل ايه في الصفقه دي؟ يعني انا فاكر كانت تقريبا كانت نظام مقايضه حاجه ايه زي كده مقايضه، كور وحاجات قصاد لاعب؟ ما كان يعني زمان كده على كان فكره. زمان كان كان زمان الموضوع كده كده، يعني كان مبلغ، كان مبالغ كانت زهيده زهيده. يعني. اه بالظبط. بس كويس النادي بقى في نصر، يعني دلوقتي لما بنتكلم معاه في ارقام بيني وبينك يعني لا هو مطلوب طول ارقام عمره نادي فلكيه نصر دلوقتي. على فكره يعني نادي ولاد، بيطلع طبعا طبعا، ناشئين وموقعه كويسين كمان جدا. يعني بيسمح له انه يبقى عنده بنيه بنية تحتيه من اسر يعني تقيله برضو انه انا في حته. جيلي كان ساعتها كان شريهان ونهله، يعني شريهان ونهله كانوا نفس برضو نفس نفس المتربيين مع بعض في نادي نصر، والنادي وهم الاهلي بعد سبقوني كده. على النادي الاهلي وانا حصلتهم بعد طيب كده. تفتكر اول مشاركه ليك مع الفريق الاول ومنتخب مصر، يعني كلمني بقى عن المشوار زي ما كابتن محمد كده سرح في التاريخ وفكر. يعني انا كان اول مشاركه ليا مع النادي الاهلي في الـ في الـ يعني في في الدوري تقريبا بالظبط كانت في 2008 2009. تمام. كان مع كابتن نور عطيه برضه، وكان هو ما المدير شاء الله. الفني ساعتها، قعدنا معاه سنتين. وبعد كده كان كابتن ابراهيم فخر الدين في 2010، وفضلنا مستمرين مع بعض مع كابتن ابراهيم تقريبا 5 سنين ما شاء الله، في النادي الاهلي. دي فترة طويلة طبعا الدرجة الأولى. وبعد الفتره بتاعت كابتن ابراهيم ساعتها 2015 تقريبا رحت نادي طلائع الجيش قعدت بقى في الفترة الذهبية برضه، ده، انت ما شاء الله ده انتوا كلكم نفس كنتوا هناك، الفتره تقريبا، يعني تقريبا كان فريق يخوف. الفتره اللي محمد السيد برضه لعب لا لا، فيها في النادي وعبد الله الاهلي، دي واحمد وعبد صلاح الله وصلاح، يعني هم تقريبا احنا كنا والاثنين المحترفين اللي كانوا معاكم، كان في لعيب طويل قوي كده محترف. اكزو اه اكزو اه الكونغولي، بالظبط، طول يعني ما شاء الله، يعني كونغولي مقرب من النخلة كده، الله اكبر بالظبط. من طوله. كان جيل محترم جدا في طلائع الجيش بصراحة. فهي الفترة دي احنا يعني تقريبا طول فترتي في النادي الاهلي وفي نادي طلائع الجيش كنا انا وسايكو ومحمد واحمد صلاح وعبد الله، يعني كنا احنا مرتبطين ببعض ما شاء جدا، الله فكنا دايما في اي حتة مع في بعض. تحركاتنا مع بس بعض خلي في بالك الانديه. انت ومع كابتن محمد يعني السيد وانت حسين، انتوا الاثنين يعني لعبتوا اغلب فترات عمركم مع بالظبط بعض، بالظبط وسبحان الله بالظبط، يشاء القدر دي ان حقيقة. انتوا تبقوا الاثنين في الجهاز وعلى الفني فكرة دي حاجة من الحاجات اللي شجعتني ان انا يعني تيجي ان انا ابقى موجود في الجهاز مع مع كابتن مصطفى. مع كابتن فرناندو، بوجود طبعا محمد السيد وتيفا، لان احنا صحاب جدا طبعا متفاهمين وشباب ومتفاهمين مع طبعا بعض، طبعا. فكرنا قريب من بعض، قعدنا فترة طويلة مع بعض بنلعب مع بعض في النادي الاهلي، فطبعا ده يعني كان سبب رئيسي في ان انا اكون موجود معاهم في طب بعد طلائع الجيش هل توليت المسؤولية في تدريب مدرب عام زي كابتن محمد كده في طلائع والله الجيش؟ دي بدايتي، يعني بدايته انا ان شاء لسه الله تبقى مبطل بداية السنة اللي مشرفة فاتت. جدا جدا لسه بإذن مبطل الله. السنة اللي فاتت، واول ما يعني الموضوع اتعرض عليا انا ما فكرتش، يعني انا هو ارجع في بيتي على طول تاني طبعا نادي الاهلي، يعني خدت اكيد. القرار من مره واحده على طول ما فكرتش طب كتير. يعني خلينا نتكلم ازاي الفكره اتطرحت، مين اتكلم معاك؟ انا طبعا كابتن عثمان عبد اللطيف تيفا حبيبنا كلنا واخ جميل يعني، وكان دايما ضيفنا هنا. وانا بتكلم معاه السنه اللي فاتت وكنا في استوديو تحليلي، وكنت بقول له يعني انت وجودك لازم، يعني كان بيعجبني فكره الحقيقه في هو تحليل المباريات. بصراحه عطيف فقلت فكره له بصراحه اداري انت جدا لازم ان شاء تكون الله. في الجهاز في يوم من الايام، سبحان الله ما يمرش السنه لما يكون موجود. ايه اللي بالظبط. حصل؟ كلمك ازاي ولا اتكلمت مع مين ولا مين طلبك؟ يعني قول لي تفاصيل بقى
ان انت توليك المسؤوليه كمدرب الفريق؟ هو انا السنه اللي فاتت كنت ماضي عقد مع نادي الطيران. انا كنت مكمل كلاعب، انا موضوع التدريب ده ما كانش لسه وارد في دماغي خالص. تمام، ممتاز جدا. تيفا ومحمد السيد اتكلموا معايا وقالوا لي ليه ما تبتديش الكارير التدريب بتاعك، هو الموضوع هيجي يعني دلوقتي او بعدين، الموضوع كده كده جاي، خاصه ان انت عندك خبرات كبيره. فقال لي ليه ما تبتديش الكارير دوت في النادي الاهلي وتبقى بدايه خطوه كبيره زي دي، هتفرق معاك جدا في الكارير. طبعا. فيعني هما لما كلموني في الموضوع، طبعا يعني كنا قعدنا قعده مع كابتن خالد العواضي والحاج محمد يوسف، بصراحه يعني ما فكرتش ما خدش وقت في تفكير ان انا اخد الخطوه دي دلوقتي. يعني معنى كده انت ضحيت بعقد مع نادي الطيران، اكيد طبعا، ان انت تكمل بسنه كلاعب مقابل ان انت ترجع بيتك وتكون تحت امر النادي الاهلي. اكيد طبعا، يعني نادي الاهلي طبعا ده بيتي في الاول وفي الاخر، وانا يعني يكون لي الشرف ان انا اخدم في النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدرب. وانا كان نفسي ارجع النادي الاهلي اصلا بعد فتره نادي اللي انا قضيتها في طلائع الجيش، كان نفسي ارجع الاهلي تاني والعب واكمل لعبي في النادي الاهلي، بس يعني يشاء القدر وربنا يشاء ان انا ارجع كبير بيتي، الباب الاكبر أرجع كمان النادي الاهلي انت تاني كمدرب. بس فيعني هي الخطوه جت كده بالشكل دوت ان شاء الله، وموفق باذن الله.